اهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. اللي بعد ما خلصت الطاقية بالطول اللي بدي اياه انا وفرجيتكم الغرزة الانجليزية، انا رح ساوي الختمة. انا عاملة هون جدلات لتخينة، منزلتها بفيديو اسمه بندانة، منزلتها نفسها، ترجعوا لها اذا حابين تعملوا مثلها. كل غرزتين صبايا بعد ما وصلت للنهاية باخدهم مع بعض. هون عندي غرزة خلفية، انا اخدت اثنين هلا مع بعض، وهون في غرزة امامية وغرزة خلفية. بنزل الخيط وباخد من عند الخلفية مشان بتصير اجمل هيك، وهاي اللي بعدها كمان باخدهم اثنين. انا عم بترك الهاي، عم باخد من الامامية. في عدة طرق، وأنا عم بعمل الطريقة هاي اللي بعملها أغلب الأحيان. أنا منزلة كمان فيديوهات. هاي صبايا كتير حلوة، بتطلع دائرية من فوق. أنا هيك رح آخو بالسطر هذا اللي عم بشتغله. مثل ما شفتوا صبايا، أنا غرزتي وحدة أمامية وحدة خلفية. بترك الخلفية باخو من الأمامية، مثل ما شايف هاي مالي شغل، باخو هاي الاثنين مع بعض. كل السطر هذا انا عم بختصرهم، كل غرزتين بغرزة وحدة. بعد ما خلصتهم انا السطر الامامي مثل ما شفتوا صبايا، كل غرزتين بغرزة حتى انتهيت. بالسطر الخلفي ما بتختصروا، ما بنختصر. في عدة طرق، انا هاي الطريقة اللي عم بعمل فيها. الخلفي كله بتعملوه لفوق، كله خلفي يعني، بس ما بتختصروا عدد الغرز، يعني بضلوا عندكم عدد الغرز مثل ما هن، مثل ما شايفين صبايا. بس بدي يشتغلوا كله خلفي، بنشد الخيط شوي نحن عم نشتغل. كله خلفي طبعا، راحوا على الغرزات على النص، لانه كل غرزتين بغرزة حتى انهينا عملنا. في طريقتين صبايا، في هاي الطريقة بدي ضل انا اختصر. في طريقة تانية بعد ما خلصت هذا الامامي والخلفي، بعبي الابرة وبدخلهم بالابرة وبشد الابرة وبخيطهم. هاي في طريقة اللي بحب هيك، وانا ما بعملهم هيك، يعني هن بتصير كمان مانا بشعة يعني، بس أنا بضل بختصر تصير دائرية من فوق، بتعجبني أكتر. هلا هيك أنا خلصت السطر الخلفي مثل ما شايفين عم تصغر. هلا برجع نفس الشي، بدي اختصر اثنين اثنين مثل ما شايفين. أول غرزة بتركها برجع باخدهم اثنين اثنين صبايا، كل غرزتين غرزة. وملاحظة، إذا شفتي الطاقية حجمها عندك مو طويل وحبيتي تطوليها دور ايه دور لا، اختمي بتعطيها طول اسا شوي. بس أنا قيس مظبوط وبعدين بختم. طبعا هلا كل اثنين عم باخدهم وحدة، مثل ما شفتوا الصبايا بالدور الخلفي ما بنقص ولا غرزة، بس بالدور الأمامي. كتير طلبوها مني، انا منزله طاقيات بس ما منزله الختمه، حبيت نزلكن اياها مشان تشوفوها كمان. وهلا بدور السطر الخلفي صبايا، كله خلفيات بدون اختصار. مثل ما شايفين صبايا رح نخلص، يعني كل سطر امامي عم باخدون اثنين اثنين تينتهي العمل تبعي. طبعا بتركه على أربعة مو على الأخير اثنين، وبخيطه مثل ما شايفين صبايا. أنا حبيت فرجيكم إياها خطوة بخطوة، سهلة ما فيها شي.
في طريقة تانية، انه بتعبي الابرة وبتحطيها على طاقين الخيط، بتدخليهم كلهم بالابرة وبتسحبيها وبتعقديها عقدتين ماكنين وبتخيطيها كمان. بتصير في عدة طرق مثل ما شايفين صبايا. رح خلص مثل ما شفتوا صبايا، هدول بقيوا رح خلصهم كمان. طبعا مثل ما حكينا الخلفي ما بختم فيه شي، هذا الامامي بس عم بختصر فيه. هلا مثل ما شفتوا بقيوا على 4 5 غرزات. هلا بقيوا معي انا هون 5، رح اختمهم بالدور الخلفي. ما في مشكلة صبايا، ختمة عادية. هلا انا هيك خلصت، طبعا رح اترك خيط مشان خيط فيه. هلا بدي اقطعه خيطه مثل ما شايفين صبايا كيف صارت. واضحه عليكم كيف صارت صبايا، ورح خيطه وفرجيكم اياها. وهي بعد ما خلصتها صبايا وختمتها وخيطتها كيف صارت، دائرية مثل ما شايفينها. طبعا هي على اللبس بتبين اوضح، فيكن تحطوا لها هون بنبونة، طابة، شو ما بتحبوا يعني، زينة او من نفس الصوف كمان. وهاي هي صبايا مثل ما شايفين بتلبس صبايا يعني تقريبا. إن شاء الله تكون عجبتكم، وأهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم.